إكمالاً لمسيرة الإصلاح والحداثة، رسمنا في عام 2008 خريطة طريق لمستقبل البلاد تحت رؤية قطر الوطنية 2030، ترمي إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها. أتى اهتمامنا من برنامج الابتعاث لطلبتنا وطالباتنا حتى أولا ينضمون إلى اللجنة الأولمبية ويمثلون أحد الركائز المهمة، وذلك أتى بناء على الرؤية الوطنية لدولة قطر واستراتيجية التنمية الوطنية، والتي ترتكز على أربع ركائز. طبعا واحدة من الركائز المهمة وهي التنمية البشرية، فلله الحمد انطلق هذا البرنامج في سنة 2007-2008، وكان لحد الآن يمكن 110 طالب وطالبة مبتعثين للخارج، وأيضا طلبة رعاية في الجامعات الداخلية في دولة قطر، ولله الحمد حتى الآن تم تخريج 44 طالب وطالبة، وإن شاء الله لين 2017 احنا متوقعين تخرج أكثر من 66 طالب وطالبة. ونحن مرة أخرى سعيدين، نبارك للطلبة والطالبات تخرجهم، نتمنى للذين واصلوا أو مواصلين الدراسة إن شاء الله النجاح والتوفيق، نبارك لأولياء الأمور، وأيضا في الأخير نبارك لأنفسنا أن انضم لنا هؤلاء الكوادر من الكوادر البشرية اللي نعتز بانضمامهم لنا في اللجنة الأولمبية القطرية وفي الرياضة في دولة قطر، والذين سوف يمثلون أحد أهم الركائز التنمية أو أحد أهم ركائز العمل الإداري في اللجنة الأولمبية القطرية وبالتالي في دولة قطر. أطلقت اللجنة الأولمبية القطرية برنامج الابتعاث ضمن خططها التنموية في أغسطس 2008، وذلك بتوجيهات من سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية، وذلك للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي من أهم ركائزها تنمية الموارد البشرية. ولتحقيق هذا الهدف ركزت الإدارة العليا أولا على انتقاء الطلبة المميزين والحاصلين على الشهادة الثانوية العامة، ومن ثم إلحاقهم بالجامعات العالمية والمعتمدة من قبل المجلس الأعلى للتعليم. اليوم ولله الحمد بدأت اللجنة الأولمبية القطرية تجني ثمار هذا المشروع، وذلك بتخريج دفعة من الطلبة المبتعثين والذين سوف يساهمون بشكل كبير في دفع عجلة التقدم للجنة الأولمبية القطرية بإذن الله. تخرجت ولله الحمد شهر 6 من جامعة مانشستر تخصص محاسبة ومالية بتقدير جيد جدا. In management, accounting and finance with honors, Ahmad Alhamadi. أنا مشواري مع اللجنة الأولمبية يعني من يوم ما بديت، من أول يوم لين اليوم، وما حصلت إلا كل تشجيع واهتمام، والحمد لله أنا جدا صراحة سعيد أن التحقت في اللجنة الأولمبية القطرية، وجدا فخور أن أنا موظف في اللجنة الأولمبية وأن أنا موظف أولمبي مثل ما يقولون. بديت دراستي في جامعة قطر في تخصص التسويق، والحمد لله تخرجنا بتميز كالأول على دفعتي على القطريين في كلية الإدارة والاقتصاد جامعة قطر، والحمد لله كرمنا سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد الثاني من ضمن العشر المميزين أعلى عشرة في جامعة قطر في دفعة 2013. أنا الحين كموظف في إدارة العلاقات العامة والتسويق، اللي أحبه في عملي وبالذات في تخصصي لما دخلت أنه ما في روتين، ما في شيء ثابت. تم ابتعاثي من قبل اللجنة الأولمبية القطرية للولايات المتحدة الأمريكية لدراسة إدارة الأعمال في جامعة كولورادو دنفر، وحاليا اعمل لدى إدارة الشؤون الرياضية في قسم الاتحادات. كان احلى يوم في مسيرتنا الدراسية في الجامعة، حفل التخرج لأن الأهل والشباب كانوا حولنا وكانوا كلهم مستانسين بتخرجنا. اللي جذبني لانضمام اللجنة الأولمبية القطرية هي أن أتاحت لي الفرصة لإتمام دراستي الجامعية بتخصص قانون من إحدى الجامعات العريقة في المملكة المتحدة وبالتحديد جامعة سوانزي، من خلال برنامج البعثات الدراسية
لسنة 2008 وتحت رعاية سعادة الأمين العام الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني. بعد إتمام المرحلة الدراسية انضميت إلى مكتب الشؤون القانونية. لا يخفى على الجميع المشاريع الضخمة التي قامت بها اللجنة الأولمبية محلياً ودولياً والتي لها مستقبل واعد لخدمة الأجيال واللي جميعها تصب في استراتيجية قطاع الرياضة واستراتيجية التنمية تحقيقاً لرؤية قطر 2030